أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سينما سودان. مساء السعادة ومساء الجمال على كل متابعي قناة سودانية 24 وكمان لكل محبي برنامج سينما سودان. حلقتنا اليوم مليانة أحداث سينمائية سودانية وكمان عالمية. اليوم نحن في ضيافتنا جماعة من الناس كرسوا كل جهدهم وكمان وقتهم وحتى أعمارهم في خدمة السينما السودانية، تحديداً جماعة الفيلم السوداني. أطلقت جماعة الفيلم السوداني هذا الشهر مبادرة سينمائية بعنوان المبادرة السودانية للفيلم السينمائي الطويل السودان مرئياً ومسموعاً سينمائياً، وحسب الجماعة في المبادرة يصب دعمها في إحياء فن السينما ضمن الثقافة والفنون السودانية ولخلق اهتمام سوداني بفن السينما ووضع أسس وتقاليد وطرق لإنتاج الفيلم السوداني الطويل، وأيضاً تشجيع القطاعات الأهلية للمساعدة في صناعة الأفلام. وتهدف المبادرة لإنتاج 4 أفلام سينمائية طويلة، 3 منها روائية والرابع تسجيلي، وتدريب الشباب على فنون السينما في تحقيق الفيلم السينمائي الطويل من خلال إشراكهم في مراحل الإنتاج المختلفة، وأيضاً تحريك ساكن دور العرض السينمائي المغلقة منذ سنوات والتشجيع على إعادة فتحها للجمهور، وأخيراً توصيل الصوت السينمائي السوداني لجمهوره وللعالم. ودعت الجماعة إلى جمع تكلفة المشروع والبالغة 1.5 مليون جنيه سوداني من الجمهور عن طريق التبرع والجهد الأهلي، مستندين على مقولة المسرحي ميسر السراج: أعطني قرشاً أعطيك مسرحاً. وقالت أن المساهمة مهما كانت فهي محل تقديرهم وإعزازهم. والأفلام المشاركة هي فيلم النيل سيناريو وإخراج إبراهيم شداد، وحياة أم سلمة سيناريو وإخراج سليمان محمد إبراهيم، وموت عباس سيناريو وإخراج عبد الرحمن نجدي، والسراج والعتمة سيناريو وإخراج الطيب مهدي. وفي السياق أصدرت الجماعة 3 كتب جديدة لمخرجين سينمائيين بمساهمة من مؤسسة حجار الخيرية، وهي بدايات سينما إفريقية السوداء للسينمائي جورتوك سيمين، والذي ترجمه إلى العربية من جماعة الفيلم كل من سليمان محمد إبراهيم وزينب عبد المجيد، وكان يمكان بدايات السينما في السودان لكاتبه المخرج إبراهيم شداد ونشأة وتطور الفيلم التسجيلي في السودان للمخرج ناصر الطيب، إضافة إلى إصداره مجلة غير دورية بعنوان سينما. نسعد جداً أن يكون معنا عضو جماعة الفيلم الأستاذ حمد النيل خليفة. مرحب. مرحب. مساءك نور يا رب. الله يمسي عليك بالخير، ويعني نشكركم في السودانية 24، نشكر برنامج سينما السودان، ومرحب بكم. سعيدين جداً بوجودك معنا اليوم. تسلم الله يخليك. بداية أستاذ حمد النيل، عايزاك تكلمنا أكثر عن جماعة الفيلم السوداني. جماعة الفيلم السوداني هي جماعة ثقافية مسجلة في وزارة الثقافة، في مسجل الجمعيات الثقافية. نعم. نشأت في أبريل 1989، وهي يعني كانت محاولة من مجموعة من السينمائيين المتخصصين اللي كانوا بيشتغلوا في مرافق في الدولة مختصة بالسينما في مصلحة الثقافة. يعني زي ما تعرفي في فترة طويلة السودان كان بيبتعث ناس لدراسة السينما، وزي ما بيبتعث ناس لدراسة يعني علوم تانية وكذا. نعم. المجموعة دي لقت روحها مع سياسات مختلفة، يعني سياسات تجفيف وغيره، لقت روحها مواجهة بسؤال إنها كيف ممكن تستمر وتنتج، خصوصا إنهم يعني قضوا زمن من عمرهم في الدراسة خارج السودان في مناطق مختلفة. يعني فقاموا بتأسيس الجمعية الثقافية دي، وبيجوا يشتغلوا يعني من 89 إلى الآن في مستويات مختلفة. نعم. طب خلينا نعرف أهم الإسهامات اللي قامت بها جماعة الفيلم السوداني. طيب، هو في جماعة الفيلم السوداني يعني نقدر نقول إنها هي مولود لنادي
أكبر منا في العمر أوسع منا في التجربة هو نادي السينما السوداني. نادي السينما السوداني هو يعني يعتبر أو نقدر نقول يعني إنه من أقدم المؤسسات الثقافية الأهلية في السودان. يعني هو في نهايات الخمسينات النادي يتكون في جامعة الخرطوم من مجموعة بتاعت طلبة وخريجين سينما ومحبين للسينما. نعم. وكان غرضه الأساسي هو نشر الثقافة السينمائية. النادي استمر إلى الآن وهو اللي أظنه هو يعني اللي شجع المجموعة دي بعد ما اتشردت من وظائف الحكومية في إنه تعمل مجموعة متخصصة اسمها جماعة الفيلم السوداني. جماعة الفيلم السوداني على حد علمنا اللي هي بتضم رواد السينما السودانية كدكتور إبراهيم شداد وكمان أستاذ طيب مهدي، هل في المجموعة دي في شباب وموفرة أو بتدي اهتمام للجانب الشبابي؟ يعني إذا أنا ممكن أقدر أقول أنا يعني تبع الشباب حاسب تبع الشباب إذا بعد الصلاة دي وكذا أنا يعني شباب شديد. أنا عضو مكتب تنفيذي في في جمعية جامعة الفيلم السوداني. في نفس المكتب التنفيذي في ثلاثة شباب آخرين، ندى عبد الحفيظ بتدرس الآن في فرنسا، الطيب صديق مخرج تلفزيوني ومنتج أفلام. نعم. ديل في المكتب التنفيذي اللي هو فوقه 7 أنفار. المكتب التنفيذي اللي فوقه 7 أنفار ده فوقه 4 شباب. الجماعة عضويتها بتتراوح ما بين 40 ل 35 عضو نشط. المجموع ده بيكون تقريبا فيه 15-17 زول أقل من سن 40. طب هل بيحصل تبادل بتاع معلومات ما بين الرواد السينمائيين وحتى الشباب حتى الموجودين سواء كان في المكتب التنفيذي أو حتى للأعضاء كلهم؟ شوف يعني إحنا قلت لك النادي نادي السينما السوداني وهو يعني وأنا إحنا الناس بيقولوا توأم هو مش توأم هو يعني تقريبا هو الحاضن الأساسي لجماعة الفيلم السوداني. النادي ده من الخمسينات هو عنده نشاط راتب بتاع عروض سينمائية بنعرض مرة في الأسبوع عرض ثابت. العرض ده في الغالب يعني بتكون مصحوبة معاه نشرة بتعرف بالفيلم بتعرف بمنتجين الفيلم الموضوعات الأكثر يعني قوة في الفيلم سواء كانت موضوعات تصوير أو موضوع الفيلم ذاته أو التقنيات المستخدمة أو كده. وده بالضرورة يعني تقدر تقول عليه تبادل معرفة وتبادل معلومات. المجموعة الكبيرة اللي بتكلم لك عنها دي والنشاط المستمر ده هو ما موجه فقط للعضوية بتاعت نادي السينما السوداني. بيجوا رواد آخرين يعني ضيوف من مناطق مختلفة وبخبرات ومعارف مختلفة وأثناء المشاهدة والنقاش بيحصل التلاقح الثقافي والمعرفي. ده دي يمكن واحدة من أهم المشاريع اللي بتقوم بها الجماعة أو كان النادي. عايزة أعرف باقي المشاريع اللي ممكن أنتوا بتقوموا بها شو من كل فترة لتانية. طيب نحن هسه بننفذ في مشروع اسمه شبكة السينما المتجولة من أجل التغيير الاجتماعي. المشروع ده يعني مولته بعثة الاتحاد الأوروبي، كتبته جماعة الفيلم السوداني وطورته. هو بيهدف لأنه ننشر المشاهدة السينمائية عبر نشر أفلام أو عرض أفلام تناقش قضايا اجتماعية ملحة. بتنفذ في 3 مدن في السودان، بتنفذ في الأبيض وفي كسلة وفي أمدرمان. في كل مدينة من الـ3 مدن دي عندنا 4 مراكز بتاع عروض. يعني تقريبا في الأسبوع الواحد نحن بنعرض 3 أفلام في 3 مناطق دي. يعني بالشهر نحن بنعرض 12 فيلم في 4 في 3 مدن. لأنه كل مدينة فيها 4 مراكز. المراكز ذاتها تم اختيارها بحيث إنه يعني تنوع جمهورها. يعني يعني المراكز نحن حددنا أو فكرنا في إنه نستهدف نساء مثلاً. فكان من شروط اختيار مراكز العروض إنه يكون في مركز نسوي.
في المناطق غير أمدرمان يعني والخرطوم وكذا النساء يعني أكثر تجمع من 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 الخرطوم أظن كده يعني دي ملاحظة شخصية. فعشان كده كان سهل جدا إنه نلقى في كسل وفي الأبيض تجمعات نسوية ومراكز نسوية عاملة ونشيطة وكده. المراكز برضو بتضم مراكز شبابية وبتضم مراكز طلابية، يعني نحن نستهدف جامعة في الأبيض ونستهدف جامعة في كسلة، وفي أم درمان ما لقينا جامعة نقدر نتعامل معها، لكن نتعاملنا مع معاهد فيها طلبة بيدرسوا لغات وبيدرسوا موضوعات مختلفة. برضو من المراكز يعني الأربع مراكز، مركز نسوي، مركز طلابي، مركز شباب في حي عادي يعني نادي شباب عادي، وحي طرفي. حي طرفي بنقصد إنه المدن دي ذاتها فيها تفاوت وتباين بين الناس يعني. نعم. وفي الغالب الناس الأبعد يعني بيكونوا بعيدين من كل شيء، يعني بعيدين من كل خدمة. فعشان كده مشينا بالعروض دي لأحياء طرفية حظها في الخدمات أقل يعني. الموضوعات اللي بتتعرض خلال العروض دي هي موضوعات تم يعني ترشيحها من المجموعات اللي بتساعدنا في كسلة. جماعة مسرحية اسمها فرقة النسائم المسرحية. هم بيحددوا الحاجة اللي هم محتاجينها على حسب قراءاتهم من الوضع هناك، وهم محتاجين تثقيف وتوعية في أي مجال ولا بالضبط؟ أوكي. بالضبط يعني هم عملوا مسوحات بسيطة كده في الأحياء اللي فيها المراكز الأربعة دي. نعم. وقعدوا مع الناس وناقشوهم في القضايا اللي بيفتكروا الناس إنها قضايا مهمة. يعني في كسلة مثلا كان في يعني ظهر بشدة يعني الحوجة لنقاش موضوعات عندها علاقة بالاتجار بالبشر، عندها علاقة بالزواج القاصرات، عندها علاقة بالتهريب والمشاكل بتاعت المخدرات وكده. نعم. فتم اختيار أفلام بتناقش القضايا دي. المشروع فكرته بسيطة، هو نحن بنقعد مع المجموعة بتاعت المشاهدة بنفتح الموضوع أيا كان الموضوع شنو يعني مثلا نقول زواج القاصرات، بنبدأ نتكلم مع الناس عن مشاكله وحلوله وشكل القضية نفسها وإذا كان فيه وعن تصورهم هم للموضوع ده يعني وكده. نعم. بعدين بنعرض الفيلم، يعني بعد النقاش الأول بنعرض الفيلم. الناس بتحضر الفيلم اللي هو بشكل أو آخر بيكون بيتناول الموضوع. مرات بتكون أفلام روائية، مرات بتكون أفلام تسجيلية. بعد الحضور يعني بعد المشاهدة بنفتح الفرصة للنقاش تاني عشان نشوف التحول الحصل أو التغير الحصل عند الناس يعني حول الموضوع. هل توعوا ولا الفكر قدر يتوسع والفكرة توصلهم ولا لسه كمان محتاجين جرعة أكثر؟ والله يعني احنا يعني التوعية طبعا يعني عملية طويلة، يعني دايرة شغل طويل يعني. نعم. فيلم وعرض واحد ما بيعمل توعية، لكن على الأقل بيشجع الناس لأنهم يتكلموا ويعبروا يعني بشكل مباشر عن قضاياهم. احنا لسه حنكون متواصلين معاك وحنكمل باقي حوار، بس معانا ماده فيها جزء من صور الفعاليات اللي قامت بها الجماعه، حنتابع مع بعض ونكمل. مازلنا مستمرين معاك يا أستاذ حمد النيل، عايزاك تديني فكرة أكثر عن الورش التدريبية اللي بتقوموا بها أنتوا سواء كنتوا في نادي أو حتى جماعة الفيلم السوداني. طيب في نفس المشروع اللي تكلمنا عنه ده اللي هو شبكة السينما المتجولة من أجل التغيير الاجتماعي. نعم. تم تدريب 21 شاب وشابة في الثلاثة مدن دي يعني عشان ما ينفذوا المشروع معانا، وعشان ما يعني يكتسبوا خبرات ومهارات عندها علاقة بالتصوير، عندها علاقة بالإخراج، عندها علاقة بإدارة الحوار، عندها علاقة بالمونتاج.
ال 21 شاب وشاب بديل يعني قدروا يعملوا 3 أفلام في المرحلة الأولى إن شاء الله. في كسلة المجموعة بتاعت كسلة عملت فيلم عن المشاكل البيئية، مشاكل الصحة العامة يعني. نعم. والمجموعة بتاعت الأبيض يعني معروف من بدري إنه الأبيض فيها الشكاوى ومشاكل بتاعت موية وكده، فموضوعهم كان متعلق ب حلول سهولة الوصول لموية الشراب يعني. نعم. في أمدرمان إذا عمل فيلم عن الأطفال، عملت الأطفال يعني الأطفال اللي بيشتغلوا في الشارع، متوقعين إنه هم خلال الشهر الجاي يعملوا 3 أفلام تانية، وده كان نتيجة لتدريب حصل خلال المشروع يعني. غير كده في المجموعة جماعة الفيلم السوداني دربت مجموعات في الفاشر، دربت مجموعات في جوبا، دربت مجموعات في أم درمان ذاتها، اشتركت في تدريبات لمجموعات تانية يعني، أو تدريبات نظمتها جهات تانية يعني، استهدفت شباب وكده. نعم. يعني جماعة الفيلم بتزعى يعني قدر قدرات البسيطة إنه يعني تكسب روح خبرات عبر الاحتكاك مع جهات مختلفة يعني، وشرائح مهمة زي شريحة الشباب. لكن في موضوع التدريب شوية يعني في شوية أقول لك شنو تحفظات عندنا يعني، في إنه هل يعني انت الشروط المعينه او حتى العدد ولا تحفظات في لا تحفظات في المحتوى نفسه ولا والله مش في المحتوى، في النتيجه يعني. انت كثير من الورش التدريبيه قاعد تحصل في السودان وفي مناطق مختلفه يعني، بغض النظر عن انه بيقدمها منه يعني. نعم. في العاده بتكون الورشه بتاعت اسبوع اسبوعين 3 أسابيع لو طولت وكده، والناس بتطلع يعني. فهل الناس ديل اللي بيتلقوا أضافوا حاجة للمجال اللي هم يعني هل ممكن يتسموا محترفين يعني بتاع نعم. كده بتاع تصوير أو محترفين بتاع إخراج أو محترفين بتاع مونتاج؟ نحن دي مشكلتنا مع التدريب في مجال السينما يعني، بنفتكر إنه هو مهم جدا إنه يكون في تدريب في مجال السينما وكده، لكن كمان مهم برضو إنه الناس يفهموا إنه يعني دي مجرد جرعات عشان ما تساعد الناس في إنهم يتحركوا في اتجاه الدراسة أو في اتجاه العمل اللي ممكن فعلاً يحقق وضعية احترافية يعني. نعم. لأنه ما أفترض أو ما أفتكر إنه الجرعات التدريبية اللي ممكن تتم من أي مؤسسة في السودان بالمحدودية بتاعت الزمن والمعلومات والعمل يعني التطبيقي بتأهل زول لأنه يعني يضيف عبارة يعني مهنية قبل اسمه يعني. نعم. جزء من الورش التدريبية اللي انت هسا ذكرتها هي واحدة من الفعاليات، والجزء اللي انت بتقوموا به في فعاليات لجماعة الفيلم السوداني، واحدة من الفعاليات والمهمة جدا هي أيام السينما الإفريقية، عايزاك تكلمني عنها أكثر. طبعا أيام السينما الإفريقية هو دي مبادرة قامت بها قام بها في البداية نادي السينما السوداني، اللي هو في واحدة من المؤتمرات بتاعت القمة الأفريقية كانت في السودان، اتكلموا عضوية من نادي السينما السوداني في إنه يعني ليه ما قاعد يتم الاحتفال ب 12 أكتوبر، مع إنه تم الإعلان عنه من داخل منظمة الوحدة الأفريقية كيوم للسينما الأفريقية. نعم. ليه ما قاعد يتم الكلام عنه؟ ليه ما قاعد يتم الاحتفال به وكده؟ ومن الوقت ذاك يعني درجت الجماعة إنها تحاول يعني تكلم الناس يعني وتنشر الموضوع ده يعني، موضوع إنه السينما الأفريقية عندها يوم محدد يعني اتفقت عليه منظمة الوحدة الأفريقية عشان ما تشجع الناس وعشان ما تلفت الناس للنوع السينمائي اللي بيطلع من أفريقيا يعني، اللي هو يوم 12 أكتوبر من كله. وبيتم الاحتفال به دوريا في نفس اليوم من كل سنه. احنا لينا 3 سنين بنحتفل به بشكل دوري. السنه اللي فاتت احتفلنا به في احتفاليه استمرت 4 أيام. نعم. في 4 مناطق مختلفه، كان في مركز الجنيد الثقافي
وفي السودان السودان كافيه في بحري، وفي مسرح الفنون الشعبية في مدرمان، وفي مغرنا في الملازمين في مدرمان. عايزك أستاذ حمد النيل تتكلم أكثر عن شكل العلاقات الخارجية وما بين تواصلكم مع جزء من المبادرات السينمائية ممكن تكون الخارج السودان، وأن هي الحالة دي بتصقل السينما أو الحركة السينمائية وبتساعد على أنه يحدث إنتاج مختلف وكمان متميز. شكل العلاقات ما بينكم وما بين الحتت اللي هي خارج السودان؟ خارج السودان يعني هي علاقات بتاعة إنتاج في الغالب. مشاركات بتتم ولا بيحصل تبادل ولا؟ يعني في مشاركات بتتم من جزء من عضوية الجماعة في مهرجانات، يعني كان في تحكيم أو في مشاركات في المهرجانات أو كده. في علاقات تانية عندها علاقة بالإنتاج، يعني جماعة الفيلم السوداني تعاملت مع شركات فرنسية بتاعت إنتاج، تعاملت مع مجموعات بتاعت منتجين يعني من مصر، و زي المرحوم القيلوبي حمود كامل القيلوبي، ويعني بس هي محدودة، يعني ما بنقدر نقول إنه نحن عندنا علاقات بالعالم كبيرة، لأنه نحن لسه يعني حتى علاقات هنا يعني مع نقدر نقول المشكلة دي ممكن قوية. تكون سبب شنو؟ ليه ما في تبادل ما بين حتت ممكن تكون خارج السودان وحتى داخل السودان؟ ليه ما في تواصل ما بين المجموعات اللي هي بتعمل في الحقل الواحد اللي هو المجال السينمائي خارج السودان؟ خارج السودان او داخل، انت حتى يعني قبل شوي ذكرت انه حتى داخل السودان يعني ما قاعد يحصل التعاون المفترض، ببساطه لانه ما في انتاج، يعني ببساطه لانه ما في، يعني احنا قاعدين نقول انه ما في سينما، يعني احنا بنحاول نقول انه يعني احنا محتاجين للسينما، دي كلها محاولات لاحياء المجال السينمائي. أيوة لاحياء السينما، لكن هو العمل ذاته اللي بيجمع الناس ما فيش، يعني وحتى إذا توجد يعني بيكون في حدود صغيرة وضيقة، يعني أشبه بعمل الهواء، يعني من إنه عمل محترف بحيث إنه يخلق علاقات احترافية مع جهات مختلفة. لكن بالرغم من كده عندنا علاقات كبيرة، يعني قاعد تحصل مع مجموعات شبابية زي سينما الشباب، زي سودان فيلم فاكتوري، زي مركز الفيصل الثقافي، يعني عندنا علاقات مع الجهات الشبيهة والمهتمة بإحياء السينما في السودان. مؤخرا واحدة من أهم المبادرات اللي حتقوم بها إن شاء الله جماعة الفيلم السوداني هي إنتاج فيلم سينمائي طويل، عايزاك تكلمنا أكثر عن شكل المبادرة والمشروع وصل لحد وين وحتى خططكم المستقبلية فيما يخص المشروع نفسه. المبادرة تم إطلاقها في 12 أكتوبر الفات، و كإعلان تمهيد يعني لإعلانه في السنة دي. الأسبوع الفات اتعقد مؤتمر صحفي في طيبة بريس وتم إطلاق المبادرة. نعم. المبادرة هي في الحقيقة بتسعى لإنتاج 4 أفلام، مش فيلم واحد، 4 أفلام طويلة، 3 روائية واحد واحد تسجيل دوكومنتري. أيوة. المبادرة بشكل عام هي عاوزة تقول إنه يا أخي نحن عندنا الكادر السينمائي القادر على إنه يعمل سينما. دي الرسالة من المشروع إن شاء الله. أيوة، يعني عندنا الناس اللي بيكتبوا سيناريو، عندنا الناس اللي بيخرجوا، عندنا الناس اللي بيمثلوا، عندنا الناس، عندنا الأجهزة، عندنا السودان، يعني عندنا الطبيعة الكبيرة دي، يعني بجباله ومويته وسماه وكده، وعندنا السودانيين ذاتهم، عندنا السودانيين اللي قبل كده عملوا مسرح القرش وعملوا محاد القرش وعملوا انتجوا، يعني عندهم انتاج ولسه عملوا السينمات، يعني نعم. يعني نعم. عملوا بنوا سينمات، يعني زي سينما كوستي وزي سينما زي سينمات كثيره تم بناء بالجهد الشعبي، يعني الطاقه دي موجوده والقدرات دي موجوده، لكن اتفقدت الثقه دي في الناس، وسواء كان الجمهور يعني ولا المنتجين بتاعين السينما، بطول المسافة بيننا وبينهم بسبب إنه ما في سينما، يعني بسبب إنه ما في. فأنتوا اتجهتوا يمكن نقدر نقول يعني. نعم، أنتوا اتجهتوا لجزء ثالث تماما مختلف اللي هو إحياء حتى الجهد الأهلي اللي أنت قبل ذكرته إنه حالة كانت
من زمان يمكن حاصل، انتم حبيتوا انكم ترجعوا تعيدوها ثاني، فاتجهتوا على انه الفيلم حيكون من انتاج اهلي. احنا قلنا شكل التبرعات هيتلمى وتكلفته هي حتطلع من الاهل. يعني الحاجه دي عشان ما تقدروا تعملوها حتوصلوها كيف؟ حتحققوا الحاجه دي كيف؟ عندنا خطه طويله، يعني حنتعامل مع قطاعات مختلفه. يعني هي المبادرة مستهدفة كل السودانيين، نعم، كلهم يعني بدون فرز، لكن يعني نحن حنمشي، يعني حنمشي بتدرج. يعني مثلا في الأسبوع الجاي نحن عندنا يعني كم مرحلة هو المشروع؟ عندنا أيوة يعني جزرين لفنانين موسيقيين مسرحيين منتجين سينما تشكيليين، عشان ما نطرح لهم المبادرة ونشوف استعدادهم لدعمها، يعني أفكارهم شنو لدعمها. في مرحلة تانية حنستهدف قطاعات وفئات تانية بنفس الطريقة دي، يعني أطباء، مهندسين، أحياء، رؤوس أموال كبيرة، حنستهدف الناس دي بالطريقة دي. وعندنا أمل إنه الطاقة دي لسه موجودة والرغبة في إنتاج سينما وطنية لسه موجودة. وكمان عندنا هدف تاني يعني من المبادرة دي، أو حابين نحركه، نحن نفتكر إنه المبادرة دي ممكن تشجع أصحاب دور العرض والحكومة على إنها تعيد يعني تحريك دور العرض حتى تركز كمان على الإنتاج السينمائي، نعم، واللي تحولت هسه لمخازن، نعم، غلال وغيره. طب نقدر نقول البداية الفعلية للمشروع ممكن تكون متين؟ هو فعليا بدا المشروع، فعليا المبادره بدات. يعني انا زي ما قلت لك انه احنا، طب انا خلينا عندنا شيء موجود، ارجع اعيد لك السؤال بطريقه ثانيه. البدايه الفعليه لانتاج اول فيلم حيحصل متى؟ زي ما تعرفي انت طبعا يعني عمليه الانتاج هي عمليه طويله، يعني بتبدا من السكريبت، يعني بتبدا من السيناريو والفكرة وكذا، اللي هي دي موجودة. يعني موجودة الأربع سيناريوهات للأربع أفلام، موجودة الكاميرات، موجودة العلاقة مع الممثلين، حتى الممثلين وكذا. يعني في فيلم فعليا بدأ المخرج في التفاهم مع الكرو بتاعه، الأوكيجنز بتاعت الأفلام تم تحديدها. يعني فعليا نحن المرحلة اللي بيسموها التفاكرية نقدر نقول في الإنتاج، يعني البري برودكشن ما قبل الإنتاج بدت يعني. لكن المرحلة اللي أنتوا تتكلم عنها اسمها التصوير دي، يعني في أنا أفتكر إنه في فيلم بدأ فعليا بدأ شوتينج، يعني لحاجة بقولوا عليها يعني الاتموسفير شوتس والحاجات دي، نعم. يعني فعليا في فيلم بدأ في مشاهد ما في احتياج لممثلين ولتجهيزات كبيره، يعني مشاهد بتاعت مشاهد يعني مشاهد بيئه عامه يعني طبيعيه، دي فعليا بدينا نتحرك فيها. صح نحن خاتين تارجت يعني اسمه 1.5 مليون ومستهدفين الناس وكده، لكن ممكن ما نحصل التارجت ده، يعني وإذا ما حصلناه ما معناه إنه ما حننتج فيلم، يعني ما معناه إنه ما حننتج الأربعة. السرية حتواصل هدف؟ حنواصل طالما إنه الهدف متواجد بالموجود، نعم، بالموجود عندنا حنواصل. ويمكن ده هو الإبداع. ختاما أستاذ حمد النيل، عايزاك تتكلم عن السينما السودانية في كلمات. والله شوفي أنا يعني أنا دخلت سينما يعني زمان وأنا في المتوسطة، في سينما بانت وسينما كوستي و الوطنية مدرمان وكذا، نعم. وكنت بشوف أفلام هندية وبشوف أفلام مصرية وكذا. ما بقدر أتكلم عن السينما السودانية لأنه لما كبرنا كانت السينمات وقفت، يعني ما كان في سينمات يعني تعرض لنا أفلام سودانية، حتى ما في ذاكرة نقدر نستند عليها. نقدر شفنا أفلام تعرضت في التلفزيون، يعني شفنا أفلام زي بركة الشيخ وزي كذا، أحلام شفنا أفلام شفنا أفلام في اليوتيوب، يعني شفنا أفلام كذا، لكن ما حضرنا افلام يعني في دور عرض، افلام سودانيه في دور عرض عشان اقدر اتكلم انا عنها واقول يعني انا شفت سينما سودانيه.
طب انا بعتبر الحد الاخير دي يمكن تكون رساله كافيه ان يا ريت اشوفها. يا ريت ان شاء الله ان شاء الله يمكن تكون رساله. انا شاكره لك جدا وجودك معي وان شاء الله رب دائما موفقين ومحققين كل اللي انتم بتحلموا به. الله يبارك فيك وشكرا لكم وشكرا لاستاذ. شاكر لك جدا. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين احنا لسه مستمرين معكم من فقرة اللي احنا تكلمنا فيها عن مبادرة جماعة الفيلم السوداني. شفنا كيف انه حب السينما وكل احلامنا ورسائلنا اللي احنا عايزين نحققها وكمان نوصل بها عشان ما نقدر نحقق سينما سودانية وكمان توصل للعالمية. دي دعوة لكل الناس اللي بتشاهد انها توقف مع انتاج الفيلم ده، وان شاء الله يا رب كلنا كده كمجتمع سوداني نقدر نطلع اول فيلم سوداني. احنا طالعين فاصل قصير ومن بعده نواصل. ومن فقرة الأخبار السينمائية وصلنا معاكم لفقرة فيلم اليوم. فيلمنا اليوم هو فيلم الذكريات، هيكون معانا البطلة المميزة والناشطة والكاتبة ولا مراد. مساءك نور. يسعد مساك. سعيدة جدا انك تكوني معايا الليلة وصراحة منورانا. الله يخليك يا رب، منورة بوجودك. تسلم يا رب. ولا عايزاك تكلميني أكثر عن تجربتك ومشاركتك في فيلم الذكريات. فيلم الذكريات هو فيلمي الثاني بطولة شاركت فيه، وكان بعد انا جاي اصلا كتدريب للممثلين استعنبي استاذ اشرف. بعد كده عجبني الدور، عجبني السكريبت كده، فاشرف قال لي خلاص مثليه وكده، فاوكي فمثلته معاه. كانت تجربه مختلفه. كيف قدرت تحسيها ولقيتيها؟ كيف التجربه اضافت لك حاجه ولا القصه ذاتها جميله؟ نعم. القصه قصه اخ واخته، فانا حبيت الفكره بتاعت الحاجات دي. حبيت ان احنا نوصل طريقه التعامل ذاتها، يعني كده زي رساله مسج مغلفه جوا طريقه التعامل بين اخ واخته. حتى الفيلم ذاته كان عباره عن حاجه خفيفه، يعني ما حسيت ان انا بمثل فيلم حاجه صعبه، كان حاجه كوميك، حاجه خفيفه كده. طيب انت حسيتيه، فعشان كده قدرتي الحمد لله انك انت تجيدي الدور وطلعوه بالصوره اللي انت عايزاها، وكمان المخرج خدتي بنفس الرؤيه. فعلا. ما في اي صعوبات واجهتك ولا؟ الصعوبات اللي واجهتني انه هو كان في نفس فترة معرض الكتاب، وانا كان عندي تدشين كتابي في نفس الزمن. نعم. فانا كنت بصور من الصباح، يعني مثلا من 9 صباحا انا بصور لغاية 8 بالليل، سريع سريع بغير هدومي، بشيل شنطتي وبجري على معرض الكتاب عشان بيكون في قراء منتظرين، بمشي بوقع، بخلص 11 12 بالليل، برجع بنوم، اصحى 5 احفظ السكريبت على الشغل تاني. فكان الوضع الحاجة الوحيدة الصعبة ان انا انظم زماني بين معرض الكتاب وكتابي والفيلمي، يعني الحاجتين بحبهم شديد، الكتابة والسينما. فجو في فترة مع بعض الحكاية كانت صعبة شوية. ولا اصعب اللحظات اللي ممكن تكون مرت عليكم في انتاج الفيلم نفسه، خصوصا في مجال التمثيل؟ يعني انه دي تاني تجربة ليكي وانتي ما دارسة تمثيل لكن مجرد هاوية، ويمكن عندك الموهبة من زمان وقدرت انك انتي ايا كان ممكن تجوديها وتطلع بحاجة ممكن تكون بشكل جاذب تماما، وزي ما بقولوا دور كده في محله، يعني اي واحد ممكن يصدق بجد ان هذه الاخت الصغيرة الفهلولة الحركات. انا بصراحة يعني من ناحية عشان أشرف جمعنا مع الكاست قبل التمثيل بأسبوعين. نعم. فإحنا فعليا عشنا الدور لأن اتعودنا على الناس، حفظنا الشكليات بعض، حاجات بعض، بقينا بنعرف نهزر مع بعض كيف. أنا ما كنت حاسة روحي أصلا بمثل، كنت حاسة إن إحنا قاعدين مرتاحين في بيت كده مع بعض وبنتونس. التمثيل ما واجهتني فيه مشكلة، بس مثلا بيكون عندنا مثلا مشكلة في اللوكيشن بتعكنن المود كله بتاع الناس، بيكون عندنا مشكلة في حاجة. أشرف شخص مرن، لما أنا أحب أضيف لمستي في الكتابة في تعديلات السيناريو أبدا ما بيقول لا، فدي حاجة كان مخلياني مرتاحة أكثر في الموضوع. جميل. وانا متفقه معي انه دائما في نظره سواء كان من المجتمع او حتى من الشباب للناس اللي بتنتج افلام او حتى للبنات اللي بيشاركوا في التمثيل، الموضوع ده ممكن يكون يعني اداكي شويه صعوبات ولا تحديات مع نفسك، ولا بالعكس انت تجاوزتيها تماما وقدرتي تثبتي الحاجه اللي انت عايزه توصلي لها؟ يا تسنيم احنا في النهايه فرد من المجتمع. نعم. ما عارفه ليه بالضبط المجتمع لغايه تحسي ما قادر يتقبل فكره البنت بتمثل في سينما، وانا من شده حبي في السينما حتى برنامجي الحسي فول فريم بوصل القضايا فيه بالتمثيل. يعني بتكلم بيكون فيه تمثيل الفول فريم النزل قريب، فلسه بواجه مشاكل انه ولا انت كاتبه اوكي دي حاجه واو، بعد شويه بتمثلي تشنو،
او اهلك عارفين، في حين اهلي بيكونوا سبورتنج جدا وبابا بيوصلني اللوكيشن، بيكون بيراجع معايا السكريبت ويعملي كده وما تعملي كده. لكن المجتمع لسه بيعاين للبيت، رافض الفكرة تماما، نظرة غريبة شديد، في حين أنا ما فاهمة ليه. معظم الحاجات اللي احنا بنعملها بتكون توعوية، لها مسج، ما بتكون ذاك الأوفر، في هدف منها. لكن لغاية تحسي حتى الحاجة الواجعانيني، في مثلا قراء معينين أو أصدقاء معينين أهلهم بيقول لهم ولا مراد نو ما تكونوا معاها كثير، بسبب ان هي لها علاقه بالاعلام والتلفزيون والسينما وبتاع. فاول ما حاجه تنجح وصداها يمشي كويس هم ذاتهم بيتصلوا. ف وات انتوا قلتوا وات؟ طيب ولا خليني نمشي من الجانب السلبي، خلينا للعمل عموما، لكن خلينا ناخذ الجانب الايجابي وعن اجمل اللحظات اللي كانت في الفيلم والذكريات اللي انتم مريتوا بها. مين فيلم الذكريات؟ أجمل لحظات الكاست، وإحنا كلنا بنطبخ مع بعض في المطبخ، من أصغر زول لأكبر زول شغالين مع بعض، بنحفظ بعض السكريبت. سالة أسامة بتكون بتعمل لي مثلاً ميك أب وبتاعه، ماسكين الورقة وبنحفظ، وأشرف معانا تحت. يعني الإحساس الخوة والصداقة اللي أيوة. كان عايش في الجو أكثر من أنه عمل، الإحساس ده بيكون حلو شديد. يعني بعد كده الفيلم اتعرض ما اتعرض، أنا واحدة من الناس بمثل عشاني أنا. فلما احس الحاجه بكون مبسوطه بعد كده، سواء اتعرضت ما اتعرضت انا مبسوطه بالحاجه اللي بعملها. جميل. ولا خليني اسالك، التجربه دي علمتك شنو؟ علمتني الصبر، وان انا احاول تاني. اشرف زون ما بيستسلم بسهوله، فمثلا لما كانت تتقفل في وشنا حاجه عشان بيقول لنا لا دقيقه احنا ممكن نعملها بطريقه ثانيه. حتى المصورين مثلا ما عندنا حاجات تولز معينه بنصنعها، فبتخليك ان انت تكوني كرياتيف اكتر. حتى ادتني فكره انه برامجي جايه كيف تتاخذ الزوايا الحاجات كده، حتى اني تضغطي على روحك عشان تحققي حلمك. شغاله سينما الصباح وكتابه بالمساء، لكن السكه دي حاجه انت بتحبيها، فعلمتني الصبر والمثابره كثير. جميل. من الصبر والمثابره يا ولاء، عايزاكي برضو تحكي لي اكتر عن تجربتك لدخولك للمجال السينمائي، واذا كان حققت اي اضافات او انت اللي اضفتي للمجال السينمائي، يمكن اي اضافه حتى لو كنت حاسه ان هي ممكن تكون بسيطه في كلمات. تجربتي كانت جميله. ليه؟ لاني قدرت اقدم افكاري بصوره احسن، تصل للناس اسرع. الكتابه ما بتوصل الحاجات بشكل اسرع للناس. الحاجة الثانية ان انا بديت اكون بكسر الحاجز بتاع البيت ما تمثل. متابعاتي بيجوا بيقولوا لا ولا انت بتعملي في حاجة كويسة شديد، وانت كده وبتاع، وخلاص احنا ممكن نعمل، ممكن نتكلم، ممكن نوصل صوتنا. فحاسة ان انا بديت ادي نور كده ولو بسيط للبنات في السودان، ان هم يوصلوا رسالتهم. ما ضروري سينما، اي واحدة تشوف الحاجة اللي هي بتحبها شنو وتعملها. ولا انت ما شاء الله عليك يا زولة، يمكن نقدر نقول مبدعه وماشي على خطى انك انت تكوني مكمله مجالات الابداع كلها، سواء كان في المجال السينمائي او حتى الكتابه او حتى التمثيل. قادره تدمجي من كل الحاجات دي، تطلع منها حاجه كده ممكن تكون جاذبه ومفيده جدا لمجتمعك. قادرة. هم بيقولوا، الناس بتسميها إبداع، وفي ناس بتقول لي أنت جايطة في حاجاتك. يعني أنا لما الحاجات اللي أنا بحبها كلها مع بعض في حاجة واحدة، بالعكس دي حاجة أضافت لي، لأني بقيت لما أكتب الناس بتقرأ مقالاتي بتقول لي إحنا كأننا شايفين الصورة. الحاجة دي لمست السينما فيني، بقيت تخليني أنا أوصف الحاجات بشكل أقرب، كأن القصة لها ريحة وطعم ولون وإنت بس بتقريها على ورق. جميل. فالحاجة دي أضافت لي. يعني عايزاك توصلي رسالة أخيرة لكل الناس اللي عندها هدف وعندها رسالة حابة إنها توصل من خلالها، سواء كان في المجال العمل الإبداعي، خلينا نقول ككل، تمثيل، غنى، أي نوع من أنواع الفنون. عاوزة أقول لهم إنه حاولوا تاني. يعني ما حتنجح معاكم، ما حتزبط معاكم من أول مرة، وما حتلقوا التشجيع اللي أنتم متخيلين إنكم حتلقوه. حتفشلوا، حاولوا تاني وتاني 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 لغاية ما تصل. جميل. شاكرة لك جدا يا ولاء وجودك معانا، وإن شاء الله يا رب دايما محققة كل اللي أنت بتحلمي به، وإن شاء الله توصل لأي حاجة أنت بتتمنيها. شاكرة لك جدا. تسلم يا رب. الله يخليك. ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا لليوم، نطلع فاصل قصير ونرجع.
أهلا بكم من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا لليوم. وصلنا معاكم لفيلم اليوم، وهو فيلم دراما بنكهة كوميدية بتناول حالة إنسانية بتمر بوقت محرج وتعتمد على ذكرياتها في تخطي الأزمة. هذا الفيلم يعد الأول من نوعه من ناحية الفكرة، واللي تم إنتاجه بشكل مستقل وزمن العمل 15 دقيقة. نسعد جدا أن يكون معانا ومعاكم كاتب ومخرج الفيلم أشرف فتحي. مساءك نور. مساء الخير تسنيم، منورنا والله اليوم. بنورك الله يخليك. أشرف، عايزاك تكلمني عن تجربتك الأولى. أنت يمكن ما بعيد من مجال الفنون، أنت فنان تشكيلي، ففكرة أنك أنت تجي تكتب فيلم وكمان تخرجه، الحاجة دي هل واجهت فيها صعوبة ولا لقيت أن هي بالعكس حاجة ممكن تكون سهلت لك؟ هي ممكن نقول السينما كتسمية هي بتتسمى الفن السابع، لأنه هي بتجمع كل أنواع الفنون. نعم. من موسيقى لرقص لرسم لنحت لأدب. بتواجه أكيد مشكلة، بتواجهك مشكلة دائماً، لأنه نحن بنتكلم ما بنتكلم عن موهبة بس، نحن بنتكلم عن صناعة. والصناعة عندها زي ما بقولوا خط إنتاج، ونحن بلد غير منتجة للسينما، فأكيد أي شخص بيمر بأي إنتاج عمل سينمائي بيتواجه مشاكل كثيرة جداً. أهم المشاكل والتحديات ممكن تكون واجهتك في إنتاج العمل ده ممكن تكون شنو؟ هو في الأساس والمشاكل اللي بتواجه أغلب الناس هي المسألة بتاعت الإنتاج ذاتها، المادة اللي هي بيعتمد عليها إنه أنت تقدر تكون تيم كامل إنه يبدأ ينفذ معك العمل. نعم. بداية أول ما كتبت الفكرة وخلاص بقيت على تنفيذ، فبقيت محتاج تصوير، محتاج أنت مونتاج، محتاج يعني التفاصيل بتاعت الفيلم. فهنا كانت المشكلة إنه أنت محتاج يا إما يكون عندك بادجت إنتاجية عشان تدفع لناس تجيبهم، أو يشتغلوا معك ناس مؤمنين بالفكرة. فكان انت اتجهت لاي واحد؟ انا اكيد اتجهت لانه افتش ناس مؤمنين بالموضوع، لانه لا املك شركه انتاج عشان اقدر اعمل حاجه زي دي. بس للاسف حتى دي ما لقيتهم. البلد في يعني كل الناس عندها ظروفها وحاجاتها. مريت بوقت محبط جدا، وبقى السيناريو والسكريبت قاعد قدامي يعني، وفكر طيب هل بقدر أكون أنا الكاتب والمخرج والممثل والمصور وكل الحاجات دي في وقت واحد؟ لأنه خلاص لقيت روحي براي. بس في الوقت ذاك جاء على بالي إنه في كم زول عنده فكرة عايز يعملها وما لاقي إنسان يساعده. ففي عز الإحباط ذاك كتبت بوست في الفيسبوك إنه يا أخي لو في زول عنده حلم نفسه يحققه وحاسي إنه أنا بقدر أساعده فيه، أنا مستعد. كنت بفكر في إنه أنا بقدر أساعد الناس في الرسم، بقدر أساعد الناس في الكتابة، يعني في حاجات. فالبوست تشير بشكل كبير، والناس بدأت تتكلم عنه بشكل كويس، والناس بدأت تعلق إنه عايزينك تساعدنا في كده، أنا عندي كده، أنا نفسي في كده، لدرجة إنه في تعليقات ممكن نقول ظريفة يعني. فيل بيقول لك أنا نفسي أسافر سفرني مثلاً. أنت كنت بتفتش على حاجة معينة في الرسالة بتاعتك والحلم اللي أنت أصلاً خدتيه واللي من أجله كتبت البوست. يس. لقيت ناس تصادمت معك في الحالة دي ولا؟ لقيت ناس عايزة مساعدة، فقدرت أطلع من المود بتاع الإحباط، لأنه أنا أعوض الإحباط في أنه أنا أساعد زول وحس أنه قدر حقك حلمه. نعم. بس الحاجة دي جابت مردود عكسي. دخل لي واحد قال لي يا أخي أنا شفت لك بوست كده 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 وأنا عايز أساعدك أنت. كأشرف فتحي الرسام الفنان التشكيلي. يس. ولا كأنت في شخصك ولا؟ هو بس عايز يساعدني لمجرد أنه اتبسط أنه أنا كنت مقدم فكرة بتاعتي أنه أنا أساعد الناس. فقال لي أنا عندي كاميرا 5D ولو حابي أصور لك أي حاجة أنا جاهز. في الوقت ذاك هو ما كان عارف انه اساسا انا كاتب فيلم ولا انا بفتش في ناس عشان تشتغل معي الفيلم. فقمت قلت له انت جيتني في وقت زي ما بقولوا على الجرح، انا محتاج لك. ف
فلاقيته وتكلمنا عن التفاصيل، وهو الزول اللي محمد فيصل اللي صور لي الفيلم. والمرحلة اللي ما بعد دي نزلت البوست وشيرته مجموعة من الناس، وفي ناس جات لمساعدات، وبدت المرحلة بتاعت إن إحنا تعرفنا على مصور الفيلم. وبعد ذاك بعد ذاك كانت في الحتة بتاعت تجارب الأداء للممثلين، والمسألة بتاعت إدارة الإنتاج. يعني أنا في نفس الوقت اشتغلت إدارة إنتاج، اللوكيشن ده كان من أصعب الحاجات المرة علينا، لدرجة إنه في النهاية أجرت غرفة وبرندة. نعم. وساكنين فيهم ناس، يعني الناس اللي أجروا لنا هم لسه قاعدين في البيت أثناء ما تصويرنا، أصواتهم بتدخل في الكادر بتاعنا عادي. فدي كانت واحدة من المشاكل، لأنه أي شخص بتقول له عايز تأجر مكان عشان تصوير فيلم بيقوم بياخد خط رجعة وبيخاف. فدي واحدة من المشاكل، إنه الناس لسه ما، يعني ممكن نقول لسه خايفين من فكرة إنه يكون في سينما، أو ما فاهمين يعني شنو سينما. طيب من ردك ده نقدر نقول إن إحنا عندنا مشاكل الإنتاج سينمائي واضحة، ولا إحنا ممكن نقدر نتحايل على عملية الإنتاج وفي النهاية نقدر نطلع فيلم قد يكون جاذب بغض النظر عن هو مدته الزمنية كانت كم؟ هو الإنسان بيقدر يتحايل في كل الأوضاع، يعني إنك ما في حاجة بتوقفه، خصوصاً إذا كان عنده هدف أو عنده رؤية عايز يحققها. ما في حاجة بتوقف الحاجة دي، أنا تأكدت منها من تجربتي، لأنه أنا تخزلت في كذا موقف في إنتاج الفيلم ده. كان في ناس اتفقت معي على إنه في اللوكيشن ده تحت يدي، متى ما أبدأ أول ما قلت بكرة أنا هصور قالوا لي معلش ما حنقدر. اتخزلت في حاجات، إنه في ناس كانت هتشتغل معي ظروفها ما سمحت لنا تشتغل، فدي برضو مشكلة بغض النظر عن هم يعني ليه ما اشتغلوا معك، دي حاجة تانية، لكن بتلقى إنه بتحصل الحاجات. فلما تحصل الحاجات ده الوقت اللي بتختبر فيه أنت دي ده طموح بالنسبة لك، ولا دي مجرد حاجة هتعدي مع الريح. فلا اتحايلت ولفيت ودورت على نفسي كويس لحد ما لقيت انه انا يعني قدرت اطلع شغل. وممكن نقول حتى التولز اللي عندنا كانت تولز ما متخصصه كلها، عندنا كاميرا واحده، اتحايلنا حتى جوا التصوير عشان نقدر نطلع مشاهد كويسه. فما في شيء بيوقف الزول ابدا مهما كان. أشوف طيب من كتر الحماس والحاجة اللي أنت حققتها وأنجزتها، نقدر نقول إنه إحنا في وسط الإحباط وفي عز الجوطة اللي كانت حاصلة مع إحساسك والجزء الأحلام والفكرة اللي أنت كنت خاتيها، هل نقدر نقول إن الفيلم ممكن يكون تاه كده في النهاية أو في النص، وإن أنا خلاص ما حقدر أكمل الفيلم ده ولا حتى حقدر أبداه، وإنه ممكن أغير مشاهد عشان ما إن أنا أقدر أقلل به تكلفة الإنتاج، ولا بل بالعكس إن أنت واصلت زي ما أنت كنت بتتوقع وكمان خدت الفكرة؟ هو من ناحية بتاعت إنه في حاجات كانت ماشية في حتة إنها تضيع دي آي لأسباب كثيرة. يعني اللوكيشن كان أبداً ما اللوكيشن اللي اتكتب، فلقيت إنه في مشاهد غصباً عني ما حقدر أصورها لأنه كانت محتاجة لوكيشن معين. أثناء التصوير نحن صورنا الفيلم في 4 أيام بس، ما شاء الله. الأربع أيام نحن بنجي من الصباح بندق الباب للناس اللي نحن مؤجرين منهم البيت عشان يفتحوا لنا نخش نشتغل، هم الظهر بيكونوا جوا من شغلهم ومن جامعاتهم وحاجاتهم، بعدك بيبقى في هيدك، نحن بنكون لازم نشتغل لحد الظهر قبل ما هم يجوا نصور أي حاجة اندور. في آخر يوم للتصوير واللي هو كان بعده ما حنقدر نصور تاني لأنه في حاجات مؤجرينها لأربع أيام بس، البيت مؤجر لأربع أيام بس، كل الحاجات مبنية على أنه الأربع أيام تصورها فين. اليوم الأخير تحديداً نحن كنا قاعدين ندق الباب من الساعة 7 صباحاً لحد الساعة 11، ما في زول فتح لنا. 4 ساعات متواصلة؟ يس.
احبطت جدا، حسيت انه انا حوقف لحد هنا خلاص، وخليت الناس قاعدين وقلت لهم انا حمشي اشرب قهوه، ولو في اي جديد اتصلوا علي بس كلموني. بعد نص ساعه اتصلوا علي انه فتحوا اليوم الباب، وطلع انه ولدهم كان مريض ونايم وكذا، فكان عندنا ممكن نقول نص يوم عشان نكمل فيه. تزداد تحدي، يعني انت عندك حاجه بتاعت يمكن 5 ساعات او اقل في اليوم عشان ما تقدر تصور مشاهد كامله، عشان ما تعمل منها كمان لقطه ثانيه على اساس انه تحصل مساعدات، فبجد جهد، وغير كمان الاعادات اللي انتم ممكن تكونوا عملتوها، فتستحق والله العظيم. يعني انا شاهدت الفيلم وبجد بجد عجبني جدا. يمكن جزء كمان فيه اكثر حاجه كانت لافته فيه الجزء بتاع المؤثرات البصريه اللي هي ادت الطابع تخيلي بتاع الفيلم كله، دي الربطه كانت هنا. تكلمنا اكثر عنه. الفيلم لانه فيه جانب كبير جدا بتاع خداع من ناحيه القصه ومن ناحيه التصوير والسيناريو، فكنا محتاجين للميك اب ارتست. نعم فعلا. فكانت معانا سلا اسامه، اشتغلت معانا المكياج وطلع بالشكل المرضي، برغم انه كان في انتقادات لما نزلت صور ونزلت برومو للفيلم على انه في اجزاء ما فيها مكياج. فكنت بكتب للناس انه يا اخي لما تشوفوا الفيلم حتعرفوا انه كل شيء مقصود، يعني حتى الحاجه اللي انت شايفها ناقصه هسي حتشوفها كاملة هناك، لأنه نحن عارفين نحن خارفين هناك كجانب تشويق. كجانب تشويق. جميل. طيب أشرف، خليني أسألك، أنت خلينا من الناحية الإنتاجية عايزين نتكلم أكثر على الناحية الفنية. أكثر حاجة أرهقتك وإنت بتخرج في الفيلم؟ بتحرك الكاميرات على الممثلين؟ أنا عرفت أنه كان في أدوار أنت كنت بتمثلها أول وبعدين بتخلي الممثل يرجع يعيدها بعدك، فالحاجة دي ممكن داري لازل بجد باله طويل وحاب الحاجة بتاعته شديد ومؤمن بيها تماما عشان ما يقدر يحقق الإنجاز والنجاح اللي انت انجزته. احكي لنا على التجربة بالتوسع أكثر. بالنسبة للتصوير كان في انسجام كبير بيني وبين المصور، كان فاهمني تماما. في مشاهد صورناها أنا وهو، في مشاهد يعني زي ما تقولي البطل كان صعب عليه يمثلها فمثلتها أنا لأنه ما يظاهر فيها وشي، زي المشهد بتاع الأنتيكة وهي واقعة في الأرض وبتترفع. التصوير كان ما يعني ما كان مرهق أبدا، لكن الحاجة اللي كانت مرهقة الممثلين ذاتهم، لأنه أنا غلطت غلطة يعني غلطة كبيرة جدا في إنه اتعاملت مع الموضوع بشكل عاطفي كبير. لما عملت تجارب الأداء كل الشباب الجوني كان يعني زي ما تقولي لما نجيف قدامي الواحد بتكون نظرة عينه فيها ترجي كده إنه أنا نفسي أعمل حاجة دي. طبعاً بطبعك شخصية عاطفية فكنت قادر تقرأ عاطفته أكثر من أي. يعني برغم الأداء ما قدرت أرجع زول، فكل التيم الجا كله دخل الفيلم، فدي كانت مشكلة. دي دلوا المشاكل واجهتني توظيفهم وكده، وحتى يعني وظفتهم وزعتهم بشكل مناسب، لكن المشكلة الحقيقية كانت في إنه في ناس كانت فعلاً ما يعني ما قادرة تديني الإمبريشن اللي أنا عايزه. نعم. فكانت متعبة الحتة بتاعت تحريك الممثلين، ودخل أني مضطر أمثل المشهد قبل التصوير، أمثله كم مرة عشان الممثل يقوم يكرره وراي. طيب خلينا نقول مرحلة ما بعد الإنتاج، بقت عندك مشاهد جاهزة بعد يمكن كم لقطات وكده، المرحلة ما بعد دي من ناحية إنه أنت دخلت موسيقى تصويرية، لأنه أنت عملت مونتاج كمان للمشاهد، كيف قدرت أو التجربة دي كيف لمستها كده، كيف قدرت تحسها وتطلع كمان صورة تكون جاذبة باللي أنت قبل كنت أصلاً خديها؟ أنا أشتغل معي المونتاج محمد عظيم وأحمد مارفلي. بداية الشغل كانت الأمور ماشية بشكل كويس. نعم. وكنت داخل معهم في التفاصيل كلها، في شكل الموسيقى، في
الالوان، معالجه الالوان، الكاتين، الحاجات دي. فكنا بنقعد عشان يكون في اللي هو اللي بيقولوه الاخراج الثاني اللي هو حته المونتاج دي. بس للاسف انه يعني الايام ديك مريت بظروف صعبه، ظروف شخصيه صعبه جدا خلتني ما قادر اكون معهم بشكل كامل. فقام حصل احباط للناس. اول ما بقيت انا ما في لايام، بقت الناس محبطه ما قادر اتواصل، لحد ما انتقل الشغل من مونتاج محمد لمونتاج احمد. يعني محمد اشتغل جزء وبقى احمد حيشتغل الجزء ثاني. فعانيت مشكله انه لما قعدت مع احمد لازم نراجع شغل بشكل كامل عشان ما يكون واضح الفرق بتاع تفكيره وتفكير محمد. كانت حاجه مرهقه في يعني اكثر حاجه كانت مرهقه في فتره المونتاج، لانه لازم الناس تتلاقى ولازم الناس تقعد وتركب دي وتنقص دي وتزيد دي. نعم. مشاهد الفيلم لانه شويه فكرته بسيطه بس فيها تنقلات كثيره، فكان في مشكله في ترتيب المشاهد. كان احيانا حتى المصور والمونتير بيكونوا قاعدين بيكونوا ما عارفين المشهد ده قاعد وين اصلا. فدي واحدة كانت من المشاكل. المونتاج الأول، بعد المونتاج الأول اتصل علي محمد فيصل المصور، قال لي يا أخي ما عايز أخبطك، لكن الفيلم ده ما كويس، ما هيتعجبه. أي فقمت شيئا ما أحبطت كده، لكن أنا عارف الحاجة اللي عملتها ما ممكن تكون كده. مشيت وقعدت معهم تاني وشفت الفيلم وشفت المشاكل فيه وشنو، وريتهم يعدلوا وين وما يعدلوا وين. بس لكن من الوقت ذاك حصل احباط لكل التيم، حاجه الناس تعبت فيها وتعب مستمر 4 ايام وجهد مبالغ كانوا فيه. كانوا خايفين من فشل الفيلم. نعم. فقام اختفوا كلهم. كان مؤمن بالموضوع وما حسيته في لحظه اتنازل هو البطل بتاع الفيلم محمد نجم. محمد نجم كان معي باستمرار وبيرسل لي باستمرار وبيضرب لي باستمرار تلفونات وبيقول لي ها وصلنا وين، حصل شنو بتاع. بعد ذاك بقيت مواجه مشكله العرض. الناس لانها محبطه بعدت من موضوع الفيلم وبقيت ما مركزه معه. بقيت انا لا، انا مؤمن بالفيلم ده وحيتعرض وحيوصل للناس. لما قررت خلاص انه اعمل العرض، عملت بوست في الفيسبوك انه انا عايز ناس تنظم معي العرض. جاتني زوله جميله اسمها ايلاف، اشتغلت معي الشغل بتاع تنظيم العرض من ايت وزيت زي ما بيقولوا، ويعني ما قصرت ابدا. في الوقت ذاك الناس اللي احبطوا ديل رجع منهم زول، كان ما في امل. ولاء مراد البطل الثاني للفيلم، بعد ما اختفت مع الناس اللي احبطوا جات راجعه ثاني، وبرضه بقت مهتمه معي في انه العرض كيف تعمله وكيف ما يتعمله وتفاصيله. اي ف يوم عرض الفيلم كانت يلا يا اشرف الحته بتاعت عرض الفيلم، احنا قبل شوي كنا بنتكلم في الجو المحبط وفي كل التفاصيل الممكن العصيبه اللي مر بيها الفيلم لحد ما انتج. لحظة عرض الفيلم دائما بتكون هي الحاجة، اللحظة المخيفة بتاعت ما انا ما شغال الفيلم ليه؟ يعني انا عايز اشتغل الفيلم عشان ما يكون جاذب لجمهور، اوكي تعمل في منصة بتاعت عرض او صالة بتاعت عرض وفي حضور والفيلم اتعرض. عايزاك تنقل اللحظة بتاعت انه بدت البداية بتاعت الفيلم واحساسك انت برضه مع نظرتك للجمهور اللي كان قاعد قبل ما يبدا العرض وبعد ما خلص العرض. أنا دايماً بخاف من الأخطاء الما متوقعة، فأكثر التوتر كان بالنسبة لي إنه أنا قدمت برنامج ما فيه عرض الفيلم، بس فيه عرض الفيلم وفيه فرقة نيجيرية وفيه ستاند أب كوميدي. نعم. يعني غالباً برامج بالحجم ده ما بتطلع حاجة من غير رعاية بالحجم ده، فنحن عملنا الحاجة دي كلها فور فري، يعني 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 قدمناها للناس مجانية ونحن عملناها من غير ما يكون في يدنا ولا قيش.
فكانت الخوف من انه يحصل حاجه غلط في البرنامج، لكن الحمد لله البرنامج مشى بشكل كويس. اللحظه بتاعت عرض الفيلم انا كنت متوتر لما الفيلم اشتغل والانوار لسه ما قفلوها، وحسيت انه انا الوحيده شايفه الحاجه، لانه انا باشر للناس اللي قدام انه الشخص اللي على التشغيل انه يوقف الفيلم. كنت متوتر جدا، وحسيت انه في لحظه ممكن اقول وقفوا الفيلم خالص ما هنعرضه، ولا كانت واقفه جنبي، فشيئا ما كده هددني شويه. اول ما طفت الانوار والفيلم اشتغل مع اول ضحكه للجمهور انا حسيت بالنجاح. وصل يس، يعني اول ضحكه للجمهور انا حسيت بالنجاح، لانه غالبا الكوميديا بتاعتنا لها فتره طويله جدا بتعتمد على الاوفر، لازم الحاجات تكون اوفر جدا عشان تضحك. لا. لكن انه يكون في لايت كوميدي، ونوع الفيلم ده من نوع الافلام الخفيفه، انه يكون في لايت كوميدي ويخلي الناس تضحك بالشكل ده، ده كان حاجة كويسة جدا. ويعني الشعور ما بقدر أوصفه اللي أنا كنت حاسبه في الوقت ذاك، لأنه شعورك بالنجاح بعد ما تمر بكمية بتاعت إحباطات وخزلان بيبقى طعمه مختلف جدا. جميل أشرف، إحنا لسه مستمرين معك، لكن خلينا برضو ننقل المشاهد الإحساس بتاع نجاح أول عرض. هنشاهد مع بعض ملامح من أول عرض لفيلم الذكريات، متابع. ما زلنا مستمرين مع المخرج أشرف فتحي. أشرف، عايزاك تكلمني أكثر على إنه إذا كان عندك أي أعمال ممكن تكون قريبة، إذا تجربة فيلم الذكريات حمستك لأنك أنت تنتج فيلم ثاني؟ هو في كل الأحوال يعني أنا كنت حفكر في شغل ثاني بغض النظر عن نجاح أو فشل الفيلم الأول. نعم. لأنه بالنسبة لي الموضوع حلم، ما فكرة حاجة حتتعمل هسي وبس. السينما عندي طموح، ويعني دي الحاجة الوحيدة ممكن تسعدني في حياتي إنه أنا أصل فيها لحاجة مرضية. ففي أفكار لعمل قادم أو لأعمال قادمة، بس لسه محتار في 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 إنه أنفذ ذات فكرة. عندي كذا سيناريو وبفكر في إنه أنتج واحد منهم إن شاء الله مع نهاية السنة نكون اشتغلنا حاجة إن شاء الله. أشرف، حابي تقول شنو لكل شاب وشابة عندهم حلم حتى إذا ما كان في مجال السينما؟ اللي عايز أقوله ممكن يكون بيجي من اتجاه عكسي. كل الناس بتقول لك بتبدأ لك الكلام بأنه خلي دائما عندك امل وخلي دائما عندك انا ما هقول لك كده، انا هقول لك اي شاب واي شابه، اي طفل واي حتى يعني ممكن اقول شيخ، الكل عنده احلام في كل فئه عمريه، في احلام مفروض تتحقق. هتحبط وحتقع وحتتخزل وحتضربك الدنيا يعني زي ما بقولوا أطول حيطة. دائما توقع الشدة، توقع الخراب، عشان تكون دائما خاتي خطة بديلة، لأنه أنت كيف تصلح الخراب اللي حيحصل لك. الأمل حاجة مؤصلة جوا الإنسان، ممكن يتجاهله احيانا لكن ما ممكن يفقدها بشكل كامل. كل القصه انه نتقبل تحديات حياتنا باي شكل. يعني ممكن الناس تفتكر انه انا بقول الكلام ده وانه انا ما واجهت شيء،
أي إنسان عنده جانب مظلم في حياته، فيه خير وشر وكل الحاجات اللي هو فيها. فالناس تواصل حلمة وتبطل إنها تلوم نفسها وتلوم الناس اللي حواليها وتمشي لقدام. شكرا لك جدا وجودك معي أشرف، وإن شاء الله دائما مواصل في أملك الجواك اللي أنت دائما بتبعثه لأي زول حولك، ودائما الزول الواقف وراء أي زول، السند، الصديق، وكمان زول الطاقات الإيجابية اللي هو بيمنحها لأي زول. شكرا لك جدا. أنا شكرا لك كثير. تسلم كثير يا رب. بكده تكون انتهت حلقتنا لليوم.